فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف الجمع بين قول جابر رضي الله عنه إن أول ما نزل من القرآن سورة المدثر، وبين القول الآخر إن أول ما نزل سورة العلق؟ ما في تنافي. سورة العلق نبي بها، وسورة المدثر أرسل بها، فهي أول آية أرسل بها سورة المدثر، وأول آية نبي بها سورة اقرأ. نعم.